وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى قد غادر بحفظ الله ورعايته تركمانستان الشقيقة أمس، عائدا بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن، مختتما زيارة دولة الرسمية التي جاءت تلبية لدعوة تلقاها من فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان الشقيقة. أجرى جلالته خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس تناولت سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى بحث مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية. كان في مقدمة مودعي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لدى مغادرته المطار سعادة السيد رشيد مرادوف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان الوزير المرافق، وأدى صفان من حرس الشرف التحية لجلالة الملك المفدى. هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى برسالة شكر إلى فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان الشقيقة، عبر فيها جلالته عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس التركمانستاني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والوفادة، متمنيا جلالته لتركمانستان وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لرئيس تركمانستان الشقيقة. رافقت جلالة العاهل المفدى السلامة في الحل والترحال.